هاد البلاصه اللي تتسمى واش دي كول ديس بليس كامايتان 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 السلام عليكم الخوت لا فامي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير، نهاركم مزيان. حنا عندنا الصباح دابا تقريبا 7 الصباح، جينا لهذه المنطقه زوينه فيها الواد والطبيعه، خليكم معنا تكتشفوها كاملين ونخليكم مع هذه اللقطات. We'll be right back.
البلاصه اللي تتسمى واش دي كول ذيس بليس كامايتان 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 يس ناو اتس اوكي. هاد المنطقه فيها تزرعوا فيها قصب السكر ودايز فيها واد حتى هي في المنطقه تقريبا ما بعيداش على الدار بزاف. الماء بارد. اوف احنا تعمقنا شويه في الادغال. والله الا صراحه منظر زوين وهدوء تام تسمع غير صوت العصافير والماء الصوت ديال الماء الراحه النفسيه تجيك والله العلي العظيم. سعدات الناس اللي عايشه هنا راضيه بالقليل تستمتع واحسن حاجه هي تستمتع بهذه الطبيعه هنايا تنوض الصباح. واحد المره كانت هي تدوش في الواد تنوض الصباح تمشي تدوش في الواد احسن ما كاين كاع. يلا خليكم معنا مازال تكتشفوا معنا له مناظر زوينه هنا. النهاية ديال الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. هنا في منطقة ماكاتان what is the name كامايتان في منطقة كامايتان. خليكم معنا تابعونا ان شاء الله مازال الجديد جاي في الطريق. وما تنساوش ديما سبسكرايب ولايك وشير الفيديو وخليتكم الراحة و always stay safe.